معقول انك تمرقي فيه بحياتك هي انك تخسري شقفه منك واللي هو ولد من ولادك. هاي لكلود مامي عجبتني فكرتها، كنت عم بلش ارسمها بعد ما خلصها. عادي كان نسبة لإلي مش بس ابني، كان رفيقي وكان حتى إذا بدي صديقي. كنت روح على معارض اتحمس اقعد ارسم، بس عملت الحادث هلا عيوني ما بيساعدوني. نزلت فيي السيارة بس ضربت تحت على الطريق، فتح فيي الباب وكبتني، صرت اقلب على الطريق واخر شي فات راسي بعمود. الحمد لله انه الله لانه بحبني وبحب هالانسان اللي قاعد حدي ما خلاني اخسر حياتي، لانه بيعرف لو كنت خسرت حياتي كانت هي شو صار فيها. هي كمان خسراني ابن قبل مازن بحادثين، وخسراني خيين، وانا لما خبرت عن هذه فهلا نايلتنا عم نبكي. مازن شاب هلا عايش على طول نايم بالتخت لانه مضطر انه ينطر امه لتجي، بس في حل واحد اللي هو الكرسي الشاذ الالكتريك. صحيح مازن عنده شلل نصفي، انه ما في عنده ايد تانية بيقدر يستعملها. ما بيعود مازن ينطرني لإلي، بيقدر يساعد حاله يصير معه الكرسي. يعني مثلا بده يشرب ما في حد ماي، انا مش موجوده، ممكن يقعد علي يروح يجيب كبايه مي اقل منها لحاله، ما بيقعد ينطرني لإلي. ايه انا بعرف ناس بياكلوا التبوله بالخبز. ايه في واحد الماني لفه ساندويتش وبلش ياكل. يا الله شو ضحكت من قلبي، صرت اضحك. بتعطيه استقلالية، بتعطيه حرية، وبتعطيه معنويات كبيرة. إذا هو بده يطلع يفتح الشباك يقعد على الشباك ويتفرج على شيء. النزلة عندي صعبة، إذا ما كانت كرسي كهرباء ما بتقدر تنزل. أنا لو التاكسي ناطرتني تحت على الطريق بصير بقدر بنزل لعندها. هالكرسي هالشاذ رولانت اللي هي منقول شاذ رولانت، بس فيها تغير مجرى حياة مش بس مازن كإنسان واحد، مازن وأمه لمازن.